طيب ما تخلينا نعرف كل التفاصيل دي من الحقيقة المجتهد الحقيقة دائما في هذا الموضوع دكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يا دكتور محمد ازاي حضرتك؟ يا كابتن اسلام اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام الله يخليك، في حياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. الحقيقه انا بشكرك ممثلا لمجلس اداره النادي الاهلي في هذا الموضوع، لان دور مجتمعي وتعليمي رائع جدا للنادي الاهلي في هذه الشهاده الرياضيه او شهاده النادي الاهلي الرياضيه. لو حضرتك تقدر تشرح لنا، لان حضرتك اللي قايم بالموضوع من اول يوم وحتى الان طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي. لا والله يا كابتن اسلام، احنا من اول يوم يعني وفق البرنامج الانتخابي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كنا شغالين على كذا ملف وعلى كذا اتجاه، مش بس الاتجاه الرياضي او الملف الرياضي، لا كان في شغل في الناحيه الانشائيه او كان في يعني بلان او خطه في الناحيه الانشائيه وفي الناحيه المجتمعيه والخدميه للاعضاء. ايوه. وكان في برضه جزء تعليمي كان كابتن محمود الخطيب مهتم بيه جدا من اول يوم، وكنا حاطين له خطه يعني مرسومه من البدايه ان احنا عايزين نعمل ده. يعني ده كان حتى لو حد لسه مع البرنامج او كده هتلاقي ان في الشق ده ان النادي الاهلي حابب ان هو يعمل تعاون مع جامعه من الجامعات التعليميه الكبيره او العريقه في المجال التعليم الرياضي. ايوه. او ان احنا نبدا يبقى في كورسات في الاداره الرياضيه لتطوير المنظومه الرياضيه في مصر. فده يمكن لاول يوم الحمد لله اشتغلنا عليه، الى ما ان احنا مع مجلس الاداره وصلنا يكون في البروتوكول مع طبعا جامعه يمكن اعرف الجامعات يمكن في الشرق الاوسط مش في مصر بس، ده الجامعه الامريكيه. فوصلنا معاهم للبروتوكول ان احنا يكون في شهادات في الاداره الرياضيه لتاهيل بقى الكوادر الشبابيه في الوسط الرياضي، لان احنا عندنا ما شاء الله كوادر ممتازه جدا، بس ممكن تكون الحته دي مش كتير قوي في مصر. يعني يدرس الحاجات دي دايما بيسافر بره، كابتن اسلام انت عارف يعمل معايشات بره، يروح جامعات بره. فانت حضرتك جبت له هنا المعايشات دي من خلال النادي الاهلي وهذه شهاده الاهلي للرياضيه. بالظبط. فاحنا يعني انا نفسي خدت التجربه دي من 6 سنين بره، ما كنتش لاقي حاجه هنا بديله ان انا ممكن يعني تثقل شويه الجزئيه بتاعتك في الناحيه الرياضيه او في ناحيه الاداره الرياضيه. ايوه. ففكرنا طب ليه، ما احنا النادي الاهلي بحجمه الكبير، واي يعني مش بنقول كده عشان احنا بننتمي للنادي وبنحب النادي، بس اي مؤسسه سواء جوه مصر او بره مصر تتمنى التعاون مع النادي الاهلي. ايوه. دي حاجه احنا بنلمسها في كل في اي ايفنت بنروحه، في اي مؤتمر بنحضره بره او هنا او في اي حته. فقلنا طيب ما احنا ده اسم النادي الاهلي، ده لازم يستغل افضل استغلال ان احنا نقدر نعمل ناتج محترم يفيد في الاخر مش بس القاعده الجماهيريه الخاصه بالنادي الاهلي، لا يفيد الوسط المجتمع الرياضي المصري بالكامل. انت بتقدم حاجه مفتوحه للجميع، بتدي مميزات طبعا لاعضاء النادي الاهلي فيها، لكن هي تكون مفتوحه للجميع لان ده دورك كاكبر نادي في مصر وكاعرق نادي في مصر. دكتور محمد، ممكن امتى تبدا الدراسه في او تبدا هذه الدوره امتى ان شاء الله؟ لا هي محدده، مواعيدها محدده، احنا كل حاجه فيها مدروسه يعني بالكامل. احنا عملنا بروتوكول في شهر 4. ايوه يا فندم. وقلنا في شهر 4 ان احنا في شهر 7 هنعلن فتح تعداد التسجيل. ايوه. والدراسه هتبدا يوم 18 اكتوبر. ايوه. في نص شهر اكتوبر يعني تقريبا. وهت يعني 27 نوفمبر. شهر ونص. ايوه. 27 نوفمبر. ايوه. 27 نوفمبر دي جت كده يعني عشان ما حدش يعني هو تاريخ عزيز علينا كلنا، فهي جت كده وتفائلنا ان هي جت كده. ده كويس ان هي كده يعني القضية ممكن، فتبقى القضية ممكن في التعليم كمان. يعني ليه لا؟ ايوه. الله يبقى برنامج موفق وناجح يا رب على الجميع. وهو طبعا زي ما حضرتك تناولته كده، هو بيتناول برامج مختلفة في الإدارة، في الإعلام الرياضي. ايوه فعلا. التسويق، في القوانين الرياضية واللوائح. من نفس الرياضة اهتمينا بالحتة دي جدا. ايوه. يعني يكون في زي ضبط النفس بقى في الوسط الرياضي. وفي كمان اللي هي الفعاليات الرياضيه والاحداث الرياضيه لتنظيم الفعاليات والايفنتات الرياضيه. فدي حاجه برضه مصر مقبله عليها بقوه الفتره اللي فاتت، تنظيم البطولات الكبيره سواء افريقيا او بطولات عالميه في العاب اخرى. ايوه. فيعني حاولنا ان احنا نختار 6 موديولز اللي هم الاهم يعني، وبعد كده ان شاء الله ده اول دفعه، بعد كده هيبقى في حاجات اكبر واوسع هتتعمل في البرنامج ده. ان شاء الله دكتور. لكن اخيرا هيكون برضو في خصم 20% لاعضاء النادي الاهلي عن هذه الدوره، مظبوط؟ طبعا. ما احنا
كنا حريصين جدا مع الجامعه. ايوه انه لازم يكون في ميزه للاعضاء، احنا كمان كان نفسنا نبقى الاعضاء والجمهور، بس هي بتبقى ان انت تتحكم فيها صعبه يعني. صعبه طبعا. لا بس التحكم فيها صعب طبعا. مش هتعرف ازاي تعملها يعني. انا على اعضاء النادي الاهلي وعملناها باقصى خصم نقدر نعمله بصراحه للامانه يعني. ايوه. في عرض القصه من البدايه كابتن محمود الخطيب كان مهتم جدا بالحته دي، لدرجه انه قال انا حتى لو هقلل من مكسبي في الموضوع، لان خلي بالك ده ليه شق استثماري برضه اقتنعت. طبعا طبعا طبعا. وشق يعود بالنفع على النادي الاهلي في الناحيه الاستثماريه او الماديه. كابتن محمود كان حريص ان هو قال لك يعني حتى لو هيجي على الجزئيه بتاعت النادي الاهلي، بس افيد اعضائي وافيد المنتمين للنادي باقصى شكل ممكن. ايوه فهمت. فاحنا علينا النسبه جدا يعني. الجامعه كانت بتتكلم معانا بقى في 10% وحاجات كده، لا احنا عليناها ل 20% عشان نفيد الاعضاء قدر الاستطاعه. طب خلي بال حضرتك انا عضو في النادي، ها، فيعني عشان لما اجي عضو اعلامي. لا لا سيبك من اعلامي، لكن انا عضو في النادي فانا هاخد ال 20%. خلي بالك انت تيجي جاست سبيكر كده تعمل محاضره. حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور، وانا بشكرك جدا على وجودك معانا، وبشكرك جدا على كل هذه المجهودات. طبعا دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي ومجلس ادارته بيتحرك في كل الاتجاهات. دكتور محمد سراج معاه هذا الملف، الاستاذ خالد الدرندلي معاه ايضا ملف اخر، وهكذا تلاقي كل عضو من اعضاء مجلس الاداره كل واحد ماسك ملف بيشتغل عليه، وفي النهايه مجلس اداره النادي الاهلي على قلب رجل واحد علشان يطلعوا لحضراتكم بمثل هذه الأمور وبمثل هذه الأشكال. حاجة تعليمية واجتماعية في نفس الوقت تستحقها أعضاء أو يستحقها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي. وإن شاء الله الفترة اللي جاية في أخبار كتيرة هتبقى حلوة لكل جمهور النادي الأهلي وللجمعية العمومية في النادي الأهلي.